بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث على الآيات من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى قوله سبحانه وتعالى: والله ذو فضل عظيم. قد تقدم أول الكلام إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين، هذا كلام مستأنف وهو في محل رفع مبتدأ. استجابوا لله والرسول، أي أجابوا دعوة الجهاد، وذلك أن المسلمين لما رجعوا من أحد وفيهم الجراحات وأثر المعركة، فإن الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن المشركين هموا بالعودة إلى المدينة والرجوع بعدما قفلوا من المعركة، تلاوموا وهموا بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاستئصالهم والقضاء عليهم، وندموا أن لا يكونوا قضوا عليهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حضروا وقعة أحد بالأمس خاصة، أمرهم بالاستعداد والنفير والخروج للغزو، فخرجوا وهم في جراحهم وبعد المعركة التي دارت عليهم بالأمس، ومع ذلك خفوا وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال إيمانهم ومحبتهم للجهاد وصبرهم، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي الجراح في أحد وقتل أقاربهم، ومع هذا لم يثبتهم هذا عن الجهاد ولم يقعدهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال طاعتهم لله ولرسوله، استجابوا لله والرسول بالخروج مرة ثانية، ثاني يوم من المعركة، من بعد ما أصابهم في أحد من قتل أقاربهم ومن الجراح في أبدانهم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا، أحسنوا العمل وأتقنوه وأخلصوه لله عز وجل، وخرجوا بنية صادقة للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالإحسان هو الإتقان، والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ويكون الإحسان بين العبد وبين إخوانه المسلمين، وذلك بالرأفة بهم والعطف عليهم وإعانة محتاجهم وبذل المعروف ولو بالقول، وقولوا للناس حسنا. وكذلك يكون الإحسان بين الإنسان وبين الحيوانات، يعني يحسن إليها، الحيوانات التي يملكها أو لا يملكها فهو يحسن إليها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك هناك نوع رابع من أنواع الإحسان، وهو إحسان العمل، وهو إتقانه وإتمامه على الوجه المشروع وإخلاصه لله عز وجل. فالإحسان كلمة جامعة، والمراد هنا للذين أحسنوا منهم، أي أحسنوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل وأخلصوا النية لله وصبروا على المشقة، الذين أحسنوا منهم واتقوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا عذابه وغضبه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. فإنه لا يقي من النار ولا يقي من العذاب إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان، فإن الله جل وعلا يضاعف الأجر على العمل الصالح ولو كان قليلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه، وأرى أن الوقت قد حان فنؤجل بقية الكلام إلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.